مشاهدينا مشاهدي المصرية في كل مكان، أهلا بكم معنا ولقاء جديد فعلا جديد. النهاردة نقدر نقول أن أول حلقة من حلقات سيدتي بشكل الجديد في خطة لتطوير شكل طبعا برامج كتيرة في مقدمتها برنامج سيدتي، فهتكونوا معنا إن شاء الله على الهواء مباشرة لمدة ساعة وبنتكلم في موضوعات مهمة جدا. طبعا معنا إحنا الثلاثة بنشترك في الحوار وبنشترك في تقديم المعلومات. رانيا رياض أهلا بيك يا رانيا. أهلا يا رجاء. وشهيرة حجاج طبعا. رجاء إزاي؟ صباح أهلا الخير. بيك. صباح النور. نقول مساء الخير. ايوه مساء الخير. صح. فقراتنا هتكون متنوعة، يمكن الفقرة الأولى هي فقرة الأخبار، هنتشاور في مجموعة من الأخبار، والفقرة الرئيسية فقرة الصالون وهي بتتكلم عن الرجالة اللي عيونها إيه؟ عيونها ايه؟ زايغه. تمام. الرجاله اللي عيونها زايغه مش عايزين نضارات. حل المشكله دي. ايوه بالظبط كده. الاخبار كمان هي اخبار لطيفه قوي. يمكن اول خبر معايا النهارده شهيره انت ورانيا، يعني بالتالي خبر لطيف لانه بيتكلم عن الاطفال اللي عصروا ثورتين، ثوره 25 يناير وثوره 30 يونيو. هذا جيل مختلف. بالظبط هو الخبر بيقول كده يا شهيره، بيقول ان اذا كان في مثلا ملايين ومليونيات وكده الا ان الاطفال قدروا يعبروا كمان عن الثورات دي بس في الرسومات. ازاي؟ في مجموعه من اطفال في قصر ثقافه الوراق ومع تلاميذ كمان مدرسه وفي جمعيه اسمها جمعيه الياسمين عملوا ورشه عمل وبداوا يرسموا في الحديقه المقابله لميدان عابدين او لقصر عابدين ومقابل لها في ميدان عابدين. بداوا يرسموا بقى رسومات، يرسموا ايه؟ حاجات شكل ايه؟ الجرافيتي كده شويه، المليونيات والمظاهرات من الحاجات اللي شافوها وكده. فالصور بتاعتهم طلعت معبره جدا. واللطيف كمان اللي عجبني في الخبر ده ان الولاد استوحوا من المكان ومن التاريخ ان قصر عابدين ده اللي وقف فيه احمد عرابي وقال قولته الشهيره، فهم رسموا كمان احمد عرابي من وحي المكان نفسه، احنا في قصر عابدين بقى وفي المكان، فبداوا يرسموا. فالخبر لطيف قوي، دليل كمان على ان الولاد زي ما انتم بتقولوا ايه ولاد من مكاسب الثوره دي على فكره، ان في جيل اتربى كده تلقائيا بدون ما نقصد على جزئيه الوطنيه. صحيح. العالم، الحس الوطني، حب الجيش، حب الانتماء للبلد والقوات المسلحه. في فكره، يعني عارفه كنت مره عملت لقاء مع طبيبه نفسيه حوالين الاطفال نفس الموضوع تقريبا. كنا بنتكلم انه هل الطفل هنا احنا بنسيبه يكون رايه، يعني ننقله المعلومات ويشوف الحقائق حواليه وهو يقرر رايه او نساعده، ولا احنا بننقله راينا؟ ما هي هنا الفن بقى، الفن بيلعب دوره، انه لازم اخليه هو يفكر وهو ياخد رايه وهو ياخد قراره وهو يشوف. هو شايف على فكره، هو يعني هو عاصر كل حاجه، الاطفال عاصروا كل الاحداث بكل تفاصيلها بدون ما احنا نوجه فيها حاجه، بدون انت ما توجهي. هو هنا الفن هو فكره التوجيه يا رانيا، بس تعقيبا على اللي انت بتقوليه ان احنا ما نلقنش الطفل بس بنديله المعلومه الصحيح. بيدرس بتاريخ بلده بشكل مظبوط وبشكل موضوعي بدون ما احنا بنزقه ناحيه حاجه معينه. في الفن بتاعه بقى هو بيعبر عن مشاعره وعن اللي اختزنه. هو اللوحه بقى او الفن سواء حتى قصيده او رسمه هي اللي بتبين لنا هو ايه المحتوى اللي جواه. هي على فكره هيبقى شيء ممتع جدا ان انا ابقى بدرس مع ابني او بنتي وارائنا مختلفه. شيء ممتع. الخبر تاني معانا عن برضو أبنائنا والأطفال ولكن في مرحلة أصغر شوية، وبنتكلم عن يعني ناحية بقى صحية عن حملة تطعيم ضد شلل الأطفال، هتبتدي في الجيزة النهاردة. والحقيقة يمكن شفنا إعلاناتها في الشوارع وإحنا ماشيين وبقالها سنين، وبالفعل الحقيقة طبعًا يعني كان في قضاء كبير جدا على مرض شلل الأطفال. والخبر بيقول إنه بتبدأ مديرية الشؤون الصحية بالجيزة تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في إطار خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال تحت اشراف وزاره الصحه. وقال محافظ الجيزه دكتور علي عبد الرحمن ان الحمله بتبتدي النهارده وتستمر 4 ايام، وطبعا بالذات بتهدف للاطفال عشان نبقى عارفين برضو المعلومه، الاطفال من حديث الولاده لحد سن 5 سنوات من المصريين والاجانب وطبعا بالمجان، وتستهدف تطعيم حوالي 1.5 مليون طفل تقريبا. وقال ان كافه المكاتب والوحدات الصحيه سوف تفتح ابوابها من الساعه 8 صباحا حتى الساعه 3 عصرا، وفي كل مكان هنلاقيها موجوده. دي معلومه مهمه جدا عشان نهتم بابنائنا، اكيد كلنا عايزين ابنائنا يكونوا بصحه جيده. طبعا طبعا دي حاجه في منتهى الاهميه، اولادنا والاطفال، والاطفال يطلعوا يعني اطفال اصحاء. أكيد. مرض زي مرض شلل الاطفال دي حاجه في منتهى الاهميه. معاكي يا شهيره قولي معانا الخبر. دراسه اعدتها الغرفه التجاريه بالشرقيه، دراسه بتقارن اسعار 30 سلعه على مدى الثمان سنوات الماضيه. نتيجة الدراسة كانت ان ارتفاع الاسعار تراوح ما بين 81% زيادة في الاسعار الى 500% زيادة في اسعار بعض السلع.
اما الزياده في الدخول ارتفاع الدخول كانت حوالي 100% يعني المتوسط. خلينا ندي بس بعض التفاصيل، هم ذاكرين بعض السلع. بالنسبه لاسعار الدقيق على سبيل المثال زادت من 76 جنيه للعبوه وزن 50 كيلو في يناير 2006 الى 150 جنيه في يناير الماضي، يعني زياده حوالي 97.4%. بالنسبه للدخول زادت من 600 جنيه لادنى الدرجات الوظيفيه شامله البدلات والمزايا لتتجاوز في 2014 رقم 1200 جنيه. اما الدرجات الوظيفيه العليا ارتفعت من 2110 الى اكثر من 6500 جنيه. بالنسبه للحوم والدواجن زياده اسعار كيلو اللحم الكندوز من 28 جنيه في يناير 2006 الى 68 جنيه بزياده حوالي 142.9%. بالنسبه للدواجن ارتفعت من 6 جنيه الى 14.5 جنيه بنسبه بزياده نسبه 141.7%. خلينا ناخد راي الدكتور صلاح بوده مدير مركز الدراسات الاقتصاديه ومستشار الاقتصادي بالمفوضيه الاوروبيه. دكتور صلاح اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا دكتور صلاح، منورنا في سيدتي. اهلا بيك يا فندم. خليني اسال حضرتك عن الارقام اللي ذكرتها الدراسه، هل هذه الزياده طبيعيه مقارنه للظروف السياسيه والاقتصاديه بالتاكيد اللي احنا مرينا فيها تحديدا في اخر 3 سنوات؟ بالتاكيد كانت مرحله مختلفه في تاريخ مصر. وهل الزياده دي مؤشر على ان احنا بنمتلك اقتصاد قوي ام الاقتصاد ضعيف ولم يستطع تحمل كل التغيرات اللي مرينا بيها؟ طيب نقول لحضرتك ان احنا اعتبارا من يوم 25 يناير 2011 وحتى الان احنا بنتكلم كده في حوالي 1150 يوم. ال 1150 يوم كان فيهم نوع من انواع الانفلات الاقتصادي والانفلات الامني اللي كان موجود. كان في حظر تجول لاوقات طويله، كان في بنوك قافله لفترات طويله، كان في بورصه متوقفه لاوقات طويله تجاوزت ال 55 يوم، كان في طبعا عمليات شغب موجوده خاصه خلال الفتره من 28 يونيو 2013 لحد النهارده اللي هي فتره ما بعد عزل او ما بعد عزل النظام السابق اللي هو نظام محمد مرسي. كل ده اثر بشكل او باخر على البضاعه اللي موجوده في الاسواق وعلى الاسعار. اثر ازاي؟ احنا حضرتك عندنا انفلات امني موجود، فما فيش اي نوع من انواع الرقابه على الاسواق خلال ال 1150 يوم اللي موجود، اي ان الرقابه ضعيفه اللي موجوده على الاسواق. الحاجه الثانيه اللي المهمه جدا اللي احنا زاد اسعار الدولار خلال الفتره الماضيه مما يجاوز ما لا يقل عن 26%. ده بالتالي بيزود قيمه تكاليف الاسعار خاصه للمنتجات اللي جايه من بره. كانت مصر لحد سنه 2009 بتستورد حوالي 62% من الغذاء بتاعها. النهارده بتستورد فوق 77% من الغذاء بتاعها. طب يعني التكاليف بتاعتها زادت بسبب ارتفاع اسعار. شكرا لحضرتك يا دكتور صلاح، احنا اسفين بس لدي الوقت، بس يعني فكره حضرتك وصلت اهم الاسباب اللي حضرتك ذكرتها لزياده الاسعار في الفتره الماضيه. بنشكر الدكتور صلاح جوده مدير مركز الدراسات الاقتصاديه والمستشار الاقتصادي للمفوضيه الاوروبيه. هو طبعا موضوع الاسعار ده وارتفاع الاسعار ده موضوع قديم جديد فيستحق ان احنا نتكلم فيه كتير قوي. يمكن الدكتور صلاح زي ما احنا شايفين عنده سيل من المعلومات، لكن الوقت ضيق فممكن نبقى نفرد للموضوع ده لانه ده بيهمنا كلنا صح. يعني اللي بتشتغل المراه العامله والمراه اللي مش عامله والمراه اللي يعني سيده المنزل هي دايما المراه بتبقى هي المتحمله العبء الاكبر في اداره الاقتصاد المنزل يعني اقتصاد البيت. فطبعا هي اول واحده بتحس بيه الاسعار غاليه تبدا هي تبدي بورقه وقلم وتبدا الميزانيه. واحنا نعرف الميزانيه من اول وجديد مين بالظبط في الدوله ان الاسعار تبقى مستقره وتبقى في متناول الناس. يعني اعتقد الحكومه الجديده بتشتغل بشكل جيد جدا، فاعتقد ان دي ممكن تبقى بس من يعني احنا باعتبار بالظبط المسؤول عشان في الاخر الست غلبانه برضو في المنزل، باعتبار يعني ان احنا يعني برنامج مرأة عايزين نقول ان احنا المرأة هي اللي يعني عايزين نثقفها اقتصاديا عشان تعرف تدير البيت اصلا شؤون البيت الاقتصادية لان ده اهم حاجة. اكيد.
من الخبر الاقتصادي المرعب الجميل يا شهيرة. عندنا خبر تاني بقى كمان بيخص الأطفال. الحقيقة في مرض اسمه مرض كسل العين. المرض ده بيصيب الأطفال قبل سن 7 سنوات. المرض ده لو تم اكتشافه مبكرا ممكن فعلا نحمي أولادنا. التفاصيل بتقول إيه؟ إن في أطفال من وهم صغيرين بيبدأوا يحسوا في عين، بتبقى العين مش شايفة بكفاءة عالية قوي. العين دي لو فالعين بتبدأ ما تشتغلش أو بتشتغل بكفاءة قليلة والطفل مش واخد باله. فهنا لازم يكون كمان دور الأم ودور البيت. الأسباب اتكلم عنها دكتور عصام الطوخي وهو أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة وزميل كلية الجراحين بلندن، وهو قال إن إيه بقى بيفسرها علميا إزاي. إن المخ بيقوم بتكوين صورة مرئية من العينتين بالتساوي، من العين المخ بيعمل يستقبلها. في حالة عجز أحد العينتين عن القيام بده بيتجاهل المخ الصورة اللي بتوصل له وبيعتمد بالكامل على عين واحدة فقط، وبعد كده بيتوقف الطفل اوتوماتيكلي وهو مش واخد باله عن استخدام العين التانية، وبيتحول مع لو ما تمش اكتشاف ده مبكرا بيتحول الى طفل ضعيف البصر وبيعيش بقية عمره خالص على بالشكل ده. ولكن الجميل في الامر ان لو تم اكتشاف الحكاية دي مبكرا طفل عينه بتتعالج، وده بيبقى دايما قبل سن 9 سنين. فناخد بالنا من فضلكم، لو الولاد في سن المدرسة جم قالوا انا مش شايف كويس، مش اول حاجة نقول له لا هنقعدك في الديسك الاولاني او في الصف الاولاني. مش ده الحل، مش ده الحل بالظبط. اول حاجه ناخد الكلام على محمل الجديه، نشوف دكتور اطفال ونبدا نقيس النظر بتاع ولادنا، لان الحاجات دي بتبقى مؤشرات مهمه قوي. اكيد اهم حاجه صحه الابناء. صحيح. من الصحه لحاجه برضو والاسعار لشيء برضو هام جدا المفروض ان هو هنحاول ننسى بقى دلوقتي، ندخل في جزئيه تانية خالص. هنتكلم عن قيمه، يعني غير القيمة المادية نتكلم عن قيمة روحانية، قيمة ثقافية. هنتكلم عن الأدب وتحديدا الأدب النسائي. ندوة بمكتبة اسكندرية بتناقش قيمة الأدب النسائي. من خلال الندوة دي الحقيقة كان في أكتر من أدباء قالوا كلمات مختلفة لكل حد، منهم الأديب وسيم المغربي. هي كان رأيه أن المرأة والإبداع هي قضية متشابكة اجتماعيا. مش عارفة لأن في آراء بتبقى بسيطة قوي. لا، لأن في آراء بتقول إن مفيش حاجة أدب نسائي، إن الأدب هو أدب، مفيش فكرة التقسيمة الحد دي. فعلا في آراء بتقول ما هو ده البساطة. هو بيقول إن هي متشابكة اجتماعيا. رأيه إيه؟ بيقول إنه فيما يتعلق بتاريخ الحركة النسائية التي تشكلت في القرن 19 وفي السبعينيات القرن العشرين، مشيرا إلى أنها ظهرت بتوجهات سياسية واضحة. هو في معلومة على فكرة لسه قاريها امبارح، كان الأستاذ عزة السعداني كاتبها عن المرأة برضو النسائية، إن أول مرأة اشتغلت كانت سنة 1924. وبعد سنتين قالوا لها الان انت ما ينفعش تشتغلي، انت امراه. وقتها قالوا لها انت ست ما ينفعش تشتغلي. فجت السيده هدى شعراوي وقفت وقالت لا ما ينفعش، ولازم تشتغل ولازم تقف. وقالوا الاول لا ما تشتغلش لو هتتجوز، فبرضه وقفوا لهم تاني وقالوا طب خلاص يبقى تساعد الرجل في البيت. فابتدت المراه في سنه 26 فعليا تشتغل، ولكن بتعهد انها هتساهم في مصروف المنزل بمناسبه الاسعار بقى. تعهد يعني ايه تعهد؟ تخيلي بشرط انها ما تتجوزش، دي ما زالت موجوده تصدقي في بعض الاماكن. بعض الاماكن فعلا. بس هو جديد بالنسبه لي في المعلومه اللي قالتها رانيا دي، ان هو فكره بتعهد، يعني يتم تتعهد انها تصرف مصروف البيت. يعني خيالي بقى لو نكمل الخبر بقى. اوضح المغربي خلال الندوه التي استضافتها مكتبه اسكندريه على هامش معرضها للكتاب في دورته العاشره، انه مع ظهور الحركه النسائيه بدا ظهور الادب النسائي والنقد النسائي بما يتضمنه من مناقشه لافكار المجتمع العربي والتحولات التي طرات عليه ليوصف بالذكوريه. بعدما كان لمكانة المرأة في العصور الفرعونية تتخذ فيه المرأة مكان القائد. في آراء أيضا لأديبات، منهم الأديبة أماني خليل بتقول إن التعبير عن الضغوط أو الهموم التي تتعرض لها المرأة بيكون مختلف من شخص لآخر. ولا أستطيع قول أن كل ما تكتبه المرأة أدب نسائي، مبينة أن الأدب لابد أن يكون حقيقي مرتبط بهموم الناس، والمرأة دائما تحت سطوة المجتمع مما يجعلنا لا نستطيع الكتابة بحرية. ومع ذلك ما ننساش أدبنا الكبير الله يرحمه الأستاذ احسن عبد القدوس، يعني قمه. اديبه اخرى هي الاديبه شيماء حامد، قالت ان فكره تصنيف الادب مرفوضه، اللي انت كنتي بتقولي بقى يا رجاء. فكل كاتب له ادواته، وليس هناك تمييز بين كتابه الرجل والمراه، كما ان دائما تتعامل الناس مع المراه على اساس انها كاتبه غير جديه. برضه بتختلف. طيب احنا اخر خبر معانا عشان ما تبقوش زعلانين يعني النهارده مني ولا حاجه، بيخلص خالص خالص التخلص من مشاكل الشفاء. عاده مشاكل الشفاء بتظهر بسبب تغيرات الجو يعني. أوكي. الوصفه اللي معانا النهارده بتتكون من زيت زيتون وسكر. هتقوم بوضع زيت الزيتون والسكر على الشفاء
وهتقوم بتدليك الشفاه من اليمين لليسار باحد الاصابع، وممكن بعد كده انها كمان تضيف فازلين لانه بيساعد على ترطيب الشفاه. يا جماعه زيت الزيتون ده حاجه عبقريه بجد، حاجه عبقريه. كوليسترول شغال، قلبي شغال، للبشره شغال، للشعر شغال، يعني فعلا زيت الزيتون حل اكسيري وسحري. صح، نحاول ان احنا نستخدمه. انا مع الخبر انا مع الخبر ده يا شهيره جدا. نحاول نستبدل فعلا بقدر الامكان زيت الزيتون، يبقى في يعني نستبدل. انا بعمل كده شهيره، انا بعمل كده بجد مينلي، والله بعمل كده. يعني زيت الزيتون فعلا حاجه انا شايفه انه لازم يدخل في كل حاجه في حياتنا، في السلطه. انا ساعات افطر زيت زيتون بس، وعيش زيت زيتون. خلاص بقى. طيب احنا كده خلصنا الاخبار تقريبا. اوكي كده هنطلع لفاصل، خلينا نطلع لفاصل. معانا في تقرير عن تنسيق الزهور، ونرجع مره تانية في سيدتي خليكم معانا. يلا بينا.